هيا طليصي طليصي يا حبيبتي طليصي، هيا الوصفة شفتوها، سأطلسها الآن على وجهي التعبان والعيان. البنات اللي بغاو الوصفة ديال توريد الشفاه غتلقاوها على القناة، زوينه بزاف يا بنات، وكتعطي نتيجه يمكن ديك حتى الاسبوع، ما تحتاجي ديري والو. السلام عليكم حناناتي، والصلاه والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا ابداعاتنا لينا وعم لي زينوشات، وكنتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا رب. سمحوا لي تقريبا هذه يومين ما كنتش معكم، عقتو بالفيديوهات انها كانت مدرجه فقط، وكذلك كانت عباره عن فيديوهات قصيره، لان البنات طلبوا مني قالوا لي ديرنا فيديوهات قصيره، ولكن للاسف الشريحه الكبيره ما عجبهمش هذه الفيديوهات القصيره، لان ما كنخلصش فيها الوصفه واطلسها على وجهي اختها، فبغاوني يشوفوا انني ندير الوصفه على وجهي ونخلط معهم ويفهموا اكثر واكثر. فاليوم ان شاء الله، بما انه ما اهتميتش بالبشره ديالي هذه 3 ايام، راه التعب باين لي على البشره ديالي، وشوفوا خرجوا لي الساغ، يعني حالتي حاله، فغادي نداوي البشره ديالي معكم ان شاء الله. اول حاجه غادي نبدا بها، غنبدا بواحد الوصفه اللي غادي ترجع لي النضاره للبشره ديالي، ما بقاش الوجه ديالي شاحب واصفر. فغادي ندير هذه الوصفه اللي فعلا زوينه، وغادي تحيد لكم كل النقاط السوداء والبيضاء اللي كتكون في الوجه، وكذلك المشكله ديال الشحوب، يعني غتلاحظي ان الوجه ديالك غادي يولي منور منور ان شاء الله. وكذلك زوينه البنات اللي عندهم تصبغات، وكتعطي واحد الحيويه للبشره، غيولي وجهك هكا ما شاء الله منور. فكنتمنى فعلا انكم كلكم تجربوا هذه الوصفه، لان اليوم طلبتوها مني على قناتنا حموموشة تي في، اللي كنجاو فيها على كل تساؤلاتكم. قناة اخرى هي كانت خاصة بالوصفات، ولكن البنات بعد الحاح كبير طلبوا مني قناة البث المباشر، وكنت درتها لكم، ولكن للأسف وقع لي فيها واحد المشكلة، فحولت هذيك ديال القناة ديال الوصفات الى قناة خاصة بالاجابة على تساؤلاتكم. كنعمل بث كل ليلة معكم، كنجاوبكم، ما كنزابي حتى ميساج، كل الميساجات راني كنقراهم وكنجاوبكم على المباشر يا غزالة ديالي. فاللي ما جاوبتهاش هنا على تعليقها، فمرحبا بك على قناتنا حموموشة تي في، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد اول باول، وكذلك بهذه القناة. يلا يا الغزالة ديالي، نديو شويه في البشره ديالنا ونستكشف على الحاله، انه العيد يا فتيات، هيا بنا. هاني جيت معكم يا الغزالات ديالي باش تشوفوا معايا مكونات الوصفه. فغادي نحتاج الى اليوغورت اللي كيكون طبيعي، اللي كيكون مسوس، اي نوع متوفر عندكم. طبعا درت هنا واحد الخلطه، طبعا اكيد غتشوفوا كل شيء، وغتشوفوا الوصفه وانا وضعها على الوجه ديالي. وطبعا هذه الوصفه يا البنات كدار غير 15 يوم ل 15 يوم، ولا كدار كل شهر لشهر، هذه ما كنديرهاش بشكل يومي، كنديرها الا كانت البشره ديالي عيانه وحالتها، لان فعلا البشره ديالي عيانه بزاف بزاف، راكم عارفين مع الصيام ومع العيا راه الله يحسن العوان. طبعا انا دايره هنايا هاد الخميره هذه اللي كتكون حبيبات، عندكم يا البنات عاوتاني تخافوا من الخميره، البنات كيقولوا كدير الدود كدير، راه ماشي غادي ترقدي فيها راسك، ما غاديش ديري حمام غادي ترقدي فيها راسك 24 ساعه، راه ميم با 15 دقيقه غادي تحيديها على الوجه ديالك. انا طبعا استعملت هذه راه متوفره، هذيك اللي كتكون حبيبات، والبنات اللي عايشين هنا باوروبا راه غادي تلقاوها في البازارات، في لي سوبر مارشي، المهم في ميم شيتو غادي تلقاوها. طبعا انا وضعت هنايا ملعقه صغيره، وزدت عليها ماء فاتر مع شويه ديال السكر، لانني بغيت هذه الخميره هذه تخدم. وغادي نحتاج الى الزنجلان او ما يسمى بالسمسم، السمسم اللي كيكون مطحون، انا دائما كنطحنه وكنخليه عندي، فالسمسم كيعطي واحد النضاره، كيعطي واحد النضاره للبشره، وكذلك كينورها ما شاء الله، وكيحيد لنا كل التصبغات. وبالنسبه للخميره الفوريه فهي كذلك ما شاء الله كتنور لنا البشره ديالنا، وراها مفيده مفيده بزاف حتى الامعاء. بالنسبه للمثل ما كيعرفوش الفوائد ديالها، راها زوينه بزاف حتى للامعاء، واحد الحاجه اللي فعلا فنا، ولا بغيت نوريكم الطريقه باش غادي تستعملوها لتنظيف الامعاء، فقط كتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات يا الغزالات ديالي. وطبعا النشا اختياريه، بغيتي ان البشره ديالك تكون منوره اكثر، ولا عندك تصبغات بزايد، ولا فغادي تضيفي النشا. طبعا انا ما كنستغناش عليها، اللهم ندير لكم النشا ولا ندير لكم الحلبه، ايوا ايوا انتيا دابا اختاري، انا كون جاتي اختي على خاطري والله العظيم انا باغا ندير الحلبه، ولكن نتوما غير كتشوفوا ديك الحلبه كتهربوا، اش غندير لكم. فغادي نضيف ملعقه هكا، ملعقه كبيره اللي درت، ملعقه كبيره ياك يا حبيبه قلبي. ثم غادي نضيف النشا، ها
يا سلام يا سلام، عرفتوا على ماسك؟ على ماسك فن فن. انا هذا هو المنقذ ديالي، هذا الماسك هذا انه منقذ يا فتيات، هذا كيعجبني، ما يمكنش انا نستغنى عليه. عرفتوا يا البنات ملي كنكون عرفتي ما تهتميش بالبشره ديالك مده، سبحان الله سبحان الله كتجي كديري هذا الماسك هذا، والله العظيم الا كيبان كيبان على البشره. ثم غادي نضيف واحد شويه ديال اليوغورت، تقريبا ملعقه صغيره. انا الصراحه ما كتعجبني شويه جاريه بحال هكا، كنبغيها تكون. غنزيد مزال واحد شويه ديال النشا، رغم انني كون خليتها واحد شويه راها غادي تعقد وغادي تشد في راسها. ها هي الوصفه ديالنا يا حبيباتي، غادي تستعمل على الوجه على اليدين على الرجيلات. ابدعي يا حبيبه قلبي، ابدعي وطليصي، انه العيد انه العيد يا حبيبه قلبي. هادي دابا غادي نوضعوها على البشره ديالنا. بامكانك انك تغسلي البشره ديالك، غسليها يا الحبيبه ديالي بصابونه القمر. والبنات اللي كيعكزوا على صابونه القمر، اللي غندخل لكم من البورطابل ديالكم ياكو، وماشي ماشي غندير لكم زعما شي حاجه، لا 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 لا، غير غادي نعاونكم تصاوبوها، لان فعلا خاصكم تصاوبوها يا البنات. والله ديروا صابونه القمر ولا ديروا غسول القمر، وبركه من العكز، عفاكم وبركه من العكز. البنات اللي بغاو الوصفات ديال زياده حجم الارداف، راكم غير كتعكزوا، عطيتكم الوصفات. نتوما بغيتوا تحطوا الوصفه اليوم، الغد ليه تلقاو النتيجه، او موان تسناو 15 يوم، 15 يوم راه غتشوفوا في النتيجه يا الحبيبه ديالي. الان غادي نخليها واحد شويه، يا كي حطيت تعرفوا هاد المكونات على بعض، ثم ساطلسها على وجهي. واحد البنت قالت لي نوها نحي النظر اختي، انا بغا نكون واحد الحاجه اللي تكون مختلفه، نقول انا نكون مختلفه يا اختي، نخلي عيني حيت نضر هما عيني. البنات اللي عندهم كذلك التجاعيد راه هاد الوصفه راه غير هادي تنفعكم يا غزالات ديالي. طبعا مع الفولار شفتوا علاش كنقول لكم بعض الوصفات راه من بعدها مباشره خاصني، خاص داكشي اللي لبسته كله يتصبن. هل فهمتونا يا فتيات؟ المهم غادي نكمل انا، غادي نحيد هذا الفولار، ما نكذبش عليكم يا البنات، نحيد هذا الفولار هذا واطلسه بكل رفق وحب وحنين للوجه ديالي. وغادي نخليها 15 دقيقه ثم ساغسل وجهي، وغادي نرجع لكم. البنات اللي عندهم التجاعيد ديروا هاد الطف محيط العينين، ياكو هاد البلاصه هادي ديال لي سيغن، انا راه غادي نديرها البلاصه ديال لي سيغن ها نتوما باش تاكدوا. ها هي، المهم انا غنكمل هاد المهمه ياك، غادي نديرها لوجهي كله، الرقبه لان ضروري الرقبه ما تنساوهاش، لان دابا ما يمكنش نديرها الرقبه. فغادي نحيد هذا الفلور هذا واطلسه على وجهي وعلى رقبتي ثم ساعود. انا رجعت معكم يا الغزالات ديالي بعد ما غسلت البشره ديالي. شوفوا 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 يا الغزالات ديالي، ها والله الا بان لي الفرق الصراحه. رجعوا الاول الفيديو ديك المقدمه اللي درتها معكم، ودابا والله البنات الا بان لي الفرق. ومن بعد غادي تغسل الوجه ديالكم بصابونه القمر طبعا، ومن لا يعرفها صابونه القمر غادي تلقاوها عندي على القناه. ثم غادي ترطب ليا البشره ديالك، عرفتوا واحد الملمس، واحد الملمس يا الغزالات ديالي، عرفتوا واحد الملمس ناعم. واللي عندهم 111 وداعا 111، ما غاديش تبقى عندكم هنايا ديك 111 يا الغزالات ديالي. شوفوا واش كيبان لكم ولا لا، شفتوا يعني رائعه جدا. دابا هاد اليامات اللي باقي للعيد يا اختي ساطلص ديال الهالات السوداء، وغادي نحاول انني نعس في الوقت الا قدرت، لان في رمضان ما كنقدرش يا البنات نعس في الوقت، ما نكذبش على ربي ما كنقدرش، كنحاول كنحاول والو ما كنقدرش سبحان الله. فغادي نحاول انني ان شاء الله نبقى ندير الوصفات ديال الهالات السوداء، لان فعلا خرجت على راسي انا. واخيرا واخيرا ولفت انني يعني النعاس ديالي تقاد ليا، ولكن كلشي خسر ليا. فادعيو معايا حتى ندعي معكم الغزالات ديالي ان شاء الله يتقاد لي عاوتاني النعاس ديالنا. ومن بعد غادي ترطبي الوجه ديالك يا اما بهذا الزيت هذا ديال الفيتامين او، هذا البنات اللي غادي يسولوني عليه راني خديته من اكسيون. وكذلك تقدروا انكم ترطبوا بزيت جوز الهند او اي كريم مرطب بالنسبه لكم. غنقول لكم كذلك واحد الكريم مرطب اللي فعلا جربته، رغم انه رخيص ولكن زوين. طبعا ما كنستعملوش بشكل يومي، ولكن زوين البنات، كيعطي واحد الترطيب اللي هو عالي، خصوصا البنات اللي ما لقاوش مثلا زيت جوز الهند. هو هذا يا الغزالات ديالي، هذا النوع هذا شفتوه هذا، ولكن ماشي الا قلت لكم تستعملوه، راه قلت لكم استعملوه بشكل يومي، انا كنستعملو غير مره
مره، لان انا كيعجبوني الحاجات اللي كيكونوا طبيعيه. كنتمنى يا رب تكون هذه الوصفه نالت اعجابكم. هذه الوصفه غتستعملي الغزاله ديالي كل 15 يوم، ماشي غتستعملها بشكل يومي 15 يوم ولا 20 يوم عفوا ولا 30 يوم، يعني الشهر حسب البشره ديالك. طبعا انا استعملتها بعد واحد الاهمال ديال البشره ديالي، هملتها انا طبعا هملت هذه شي 3 ايام اللي هملت البشره ديالي، وكنت عيانه وما كنتش كننعس. فالحمد لله يا البنات، الحمد لله والشكر، يعني ما شاء الله ما شاء الله، فعلا واحد الحاجه اللي زوينه 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 بزاف. اللهم صل على النبي، يعني وصفه ولا اروع. كنتمنى كلكم انكم تجربوا هي الغزالات ديالي وما تمروش عليها مرور الكرام. واي وصفه بغيتوها من دابا للعيد ما تردكم الا انا ملكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات. وبغيت غير بين قوسين نجاوب واحد الاخت، ماشي واحد الاخت، هما بعض الاخوات اللي ما متابعينيش. فكتدخل شي وحده كتقول لي علاش انتي لابسه الخاتم باش تصوري به، قصدهم على هذا الخاتم هذا. يعني البنات اللي بغاو يشوفوا الوصفه راه كيشوفوا الوصفه، انت جايه باش تشوفي ما نعرف شي حاجه اخرى، شغلك هذاك. اون بليس غير بغيت نقول واحد الحاجه، انه انا ماشي كنجي كنلبس هادو غير باش نصور، راه دائما الحمد لله في يدي، والناس اللي كيعرفوني راه ديما الحاجه في يدي. يعني انا ماشي من النوع اللي لبس هادي صور بها، لا لبس هادي صور بها، لان الواحد راه الحمد لله عينيه مليانه، فماشي لديك الدرجه الثانيه نصور بخاتم نصور بسلسله، راه داك الطبريش يعني ما عنديش معاه فريمون. وطبعا عارفه ان اللي كيكتبوا هاد الشيء غير عابرات السبيل، فيا ريت ان نرتقي، لان مبدعاتي الغاليه دائما كنلقاهم دائما كيجاوبوا في التعليقات. الا لقيتو مازال شي وحده كاتبه بحال هادشي ما تجاوبوهاش، ميكوا عليها، لان المستوى ديالنا حنا، نحن النواعم في هذه القناه، ماشي المستوى ديال هذاك النوع، رغم انهم يعني قلال ولكن كيجيو والبنات كيبغيو يدافعوا عليا وكيكتبوا في التعليقات وكيوليو في مشادات، وانا كنبقى تابعه يعني التعليقات وكنمسح. كنتمنى يا رب يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، اللي عندكم غزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا انا ملكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. ما تنساونيش، مش العوا ديال الخير ترحموا لي على الوالده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.